بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مرة جديدة من خلال منصة شروح التعليمية. بنكمل معاكم إن شاء الله الأجزاء الخاصة بشابتر 2 اللي كنا بنتكلم فيه على اليونيفورم إلكتريك فيلد. طيب، بنكمل الجزء اللي كنا توقفنا فيه المرة اللي فاتت، وطلع معانا الأكسلريشن بالحسابات طلع بواحد واتنين من عشرة متر كل ثانية تربيع، وكانت إشارته موجبة، وكانت الشحنة اللي عندي المستخدمة هي شحنة موجبة. إذا دلوقتي هقول إن التسارع ده هيكون في نفس اتجاه، لو طلب مني هقول له إن هو في نفس اتجاه المجال. ليه؟ لأن كان عندي الشحنة المستخدمة هي شحنة موجبة، وكان التسارع بالموجب معناها إن الجسم ده كان بيتسارع، هيكون في نفس اتجاه المجال. طيب، في المطلوب التاني كان طالب مني الترافل، المطلوب التاني طالب مني الفاينل سبيد اللي هي السرعة النهائية بالرجوع لقوانين الحركة. عندي القانون اللي هنستخدمه، لازم طبعا نكون حافظين القوانين علشان نحدد انهي قانون منهم هنستخدمه. هنلاقي ان القانون الاول هو المستخدم اللي هو بيقول ان الفي اف او الفي 2 بتساوي في 1 زائد الاي في التي. الفي 2 هي المجهول، وعندي الفي 1 في المساله قال لي ان الجسم دخل بسرعه مقدارها 2 في 10 اس 4 متر لكل ثانيه، زائد التسارع انا لسه حاسبه من شويه اللي هو مقداره 1.2 من عشره مضروب في الزمن كان 10 اس 3 ثانيه من المعطيات الموجوده في المساله برضو. يبقى عندي هنا 2 في 10 اس 4 اللي هي 20000 زائد 1.2 من عشره في 1000 تديني 1200. اذا السرعه النهائيه تبقى عندي 21200 متر لكل ثانيه. طيب، المطلوب التالت اللي عندي طالب مني الترافل ديسبليسمنت اللي هي الازاحه اللي قطعها الجسم داخل المجال. هنرجع برضو للقوانين، فهلاقي القانون الثالث او القانون الثاني بيقول ان الاكس بتساوي v1t او vit زائد النص at تربيع بالتعويض. برضو الفي واحد من ضمن المعطيات الموجوده عندي اللي هي 2 في 10 اس 4، والزمن مقداره عندي 10 اس 3 زائد نص في التسارع حاسبينه ب1.2 من 10 في الزمن تربيع اللي هي 10 اس 3 تربيع يديني 10 اس 6. في الحسابات تطلع معايا الاكس المسافه المقطوعه كانت 20.6 من 10 في 10 أس 6 متر. كده ده المطلوب الثالث. نوصل للمطلوب الرابع، كان طالب مني الفورس اكزيرتد القوة المؤثرة، بعد كده طالب مني الورك والتشنج ان كاينيتيك انرجي. اوصل المطلوب الرابع اللي هو بيقول ان الاف بتساوي الكيو في الاي بتساوي الام في الاي، واشتغل على المعطيات اللي عندي اشوف مين فيهم موجود. الكيو موجودة والاي موجودة وعندي الام موجودة وعندي الاي موجودة. طيب، هروح اجرب احسب بالقيمة اللي هي أو القانون الأول، وهجرب أحسب برضه بالقانون التاني وأشوف. طيب، إذا جينا حسبنا بالقانون الأولاني اللي هو بيقول إن الإف بتساوي الكيو ضرب الإي اللي هو مقدار الشحنة 6 في 10 أس سالب 8 في مقدار الإي اللي هو كان عطوني في المسألة 4000 أو 4 في 10 أس 3، هيطلع معايا مقدار التسارع مقدار القوة 24 في 10 أس سالب 5 نيوتن. طيب، تعالوا نحسبه بالقيمة التانية اللي هي إم في إيه. كان برضه في نفس المسألة عطيني كتلة الجسم المتحرك كانت 2 في 10 أس سالب 4 مضروبة في 1.2 من 10، يبقى عندي هنا 2.4 من 10 في 10 أس سالب 4. لو حركت العلامة أزود الأس هنا يبقى أس سالب 5، يبقى 24 في 10 أس سالب 5 نفس الناتج. ودي برضه طريقة للتأكيد على المسألة إن إحنا كنا بنحل صح، أو إن إحنا حسبنا التسارع صح اللي هو كان مقداره 1.2 من 10، لأن لو اختلفت الإجابات ما بين قيمة الكيو في الإي اللي هي 24 في 10 أس سالب 5 عن قيمة الإم في الإي اللي هي برضه نفس الكلام، يبقى هنا نستنتج إن إحنا هيكون عندنا في مشكلة في الحل. المطلوب الخامس كان طالب مني الورك اللي هي الشغل. الشغل عندي بيساوي حاصل ضرب القوة في الإزاحة في الزاوية، أو جيب تمام الزاوية ما بين القوة والإزاحة. عندي هنا القوة حسبناها طلعت معايا، المسألة ماشية بالترتيب، كل حاجة بنجيبها بنستخدمها في المطلوب اللي بعده. ال W بتساوي ال F في ال X. عندي هنا ال F كانت 24 في 10 سالب 5 اللي حسبناها من القانون السابق. بعد كده عندي ال X حسبناها اللي هي 20.6 من 10 في 10 أس 6 اللي هي ال Displacement اللي حسبناها هنا، مضروبة في الزاوية ما بين القوة والإزاحة. واضح إن دلوقتي الجسم بيتحرك في نفس اتجاه الإيه؟ في نفس اتجاه المجال. يبقى عندي ادي اتجاه القوه اللي حسبناها، وعندي ادي اتجاه الازاحه. الزاويه ما بين القوه والازاحه بتساوي صفر. كوزين الصفر بيساوي واحد. يبقى عندي هنا الناتج عباره عن 24 في 10 اس سالب 5 مضروبه في 20.6 من 10 في 10 اس 6. لو ضربناها بالاله الحاسبه هيطلع معانا الناتج 49 4944، ووحده قياسي هي الجول. في المطلوب الأخير كان طالب مني الـ Change in Kinetic Energy اللي هو التغير في طاقة الحركة.
قلنا قانون التغير في طاقة الحركة اللي هو الدلتا كاينتيك انرجي بتساوي نص ام في تو تربيع او نص ام في اف تربيع ناقص نص ام في اي تربيع. بالتعويض عندي نص الام اللي هي كتلة الجسم المتحرك اللي هي 2 في 10 اس سالب 4. حسبنا السرعة النهائية كانت من المطلوب او كان من ضمن الحاجات المجهولة اللي عندي في المسألة اللي هي السرعة النهائية، حسبناها طلعت معايا ب 21200. هعوض عنها هنا في المسألة 21200 تربيع ناقص نص ام في اي تربيع اللي هي كانت سرعة الجسم وهو داخل، كانت معطاة في المسألة نص الام 2 في 10 اس سالب 4 في 2 في 10 اس 4 لكل تربيع. بعد كده عندي الاثنين والنص هيروحوا مع بعض، يفضل عندي 10 اس سالب 4 مضروبة في 21200 لكل تربيع ناقص الناحية التانية 10 أس سالب 4 مضروبة في 2 في 10 أس 4 لكل تربيع. هيطلع عندي الجزء الأولاني ب 44944 والجزء التاني ب 40000. 44000 ناقص 40000 يديني 4944 جول. طيب ننتقل لمسألة تانية. المسألة التانية بتقول if an object of a mass، هنا أعطيني الكتلة كانت 1 من 10 يديني الكتلة بالجرام، and the charge كانت سالب 2 في 10 أس سالب 6 كولوم، هنا الشحنة مدهاني بالإيه؟ بالسالب. start moving with speed 20 متر لكل ثانية، كانت السرعة الابتدائية اللي داخل بيها أو داخلة بيها الشحنة كان مقدارها 20 متر لكل ثانية. inside a، لازم يقول لي الكلمة دي uniform electric field علشان أعرف إزاي أو أحدد القوانين اللي أنا هشتغل بيها. uniform electric field and with the field direction and with the field direction the distance traveled is 200 متر، كان عندي المسافة المقطوعة كانت 200 متر until the particle was stopped إلى أن توقف الجسم. هنا stopped معناها أن الجسم سرعته النهائية أصبحت بكام؟ بصفر. what is the magnitude، عايز قيمة ال magnitude of electric field، قيمة المجال الكهربي. طيب لو رحنا للقوانين هنا لازم في الأول أحسب الأكسلريشن للجسم علشان أقدر أحسب الإلكتريك فيلد. من المعطيات الموجودة عندي في المسألة هلاقي إن المسألة القانون المستخدم هيبقى عبارة عن V تربيع بتساوي V2 تربيع تساوي V1 تربيع زائد 2 AX. طيب هو قال إن الجسم ستوبد معناها إن V فاينل أو V نهائية كانت بتساوي 0، وقال إن الجسم دخل بسرعة مقدارها 400 زائد 2 في الاكسلريشن هو المجهول، وكانت المسافه المقطوعه كانت عباره عن 200 متر. هنا هحسب الاكسلريشن هيساوي سالب 400 على 400. هيطلع عندي سالب 1 متر على الثانيه تربيع. طيب لو رجعنا للمساله في جزئيه انا ما كنتش ركزت عليها بس نرجع دلوقتي ناخد بالنا. بيقول لي هنا ان كان عندي شحنه سالبه، خلاص الشحنه دي اتحركت جوه مجال كهربائي منتظم and with the field direction، كانت في نفس اتجاه الايه؟ المجال. لو رجعنا للملاحظات اللي احنا قلناها فوق هنلاقي ان لو كان عندي شحنه سالبه، الشحنه السالبه تكون امتى الاكسلريشن ليها بالموجب؟ يعني امتى تكون في حاله تسارع؟ اذا كانت الشحنه بتتحرك في عكس اتجاه المجال. واذا اتحركت مع اتجاه المجال لازم الاكسلريشن يطلع بالسالب لان الشحنه هنا هتكون في حاله تباطؤ. فاذا الشحنه او اذا مقدار الاكسلريشن طلع معايا بالموجب معناها ان انا عندي مشكله برضه، يبقى كده انا بحل صح. يبقى التسارع لازم يطلع بالسالب. ليه؟ لأن قال لي إن الشحنة بتتحرك في نفس اتجاه المجال وهي شحنة سالبة، إذا اتحركت في نفس اتجاه المجال إذا دلوقتي الأكسلريشن لازم يكون بالسالب لأن الجسم هيكون في حالة تباطؤ. يبقى هنا عندي الأكسلريشن بتساوي سالب 400 على 400، يطلع معايا التسارع سالب 1 على متر على الثانية تربيع. بعد كده هروح أحسب الكيو في الإي بتساوي الإم في الإيه من قانون القوة اللي هو إف بتساوي قوة المجال بتساوي مقدار الشحنة مضروبة في المجال الكهربائي بتساوي مقدار الكتلة مضروبة في التسارع. ده أنا كده حسبت التسارع اللي هو طلع بسالب 1، يبقى هيكون عندي الإي الإي اللي هو المجال الكهربائي بيساوي إم إيه على كيو، هنقسم الطرفين على كيو، كيو هتروح مع كيو، يفضل عندي هنا إم إيه على كيو. بالتعويض عندي الإم اللي هي بعد التحويل هتبقى 1 من 10 مضروبة في 10 أس سالب 3 مضروبة في مقدار التسارع، هنا هعوض عنه بإيه؟ بواحد. هنا طلع عندي بسالب 1 السالب، بس معناها هنا في القانون إن أنا أفهم إن الجسم هنا يكون في حالة تباطؤ، ولكن لما أرجع أعوض هنا في قانون المجال أعوض عنها بالموجب عادي مفيش مشكلة. يبقى تاني نقول إن التسارع اللي هو الأكسلريشن يطلع معايا بالسالب بس لتوضيح الاتجاهات، لأن ممكن يسألني الاتجاه هل الجسم كده بيتحرك في نفس اتجاه المجال ولا عكس اتجاه المجال؟ طيب إذا كان عندي شحنة موجبة
اذا الاكسلريشن طلع بالموجب معناها ان الشحنه كانت بتتحرك في نفس اتجاه المجال، اذا الاكسلريشن طلع بالسالب للشحنه الموجبه معناها ان الشحنه كانت بتتحرك عكس اتجاه المجال. طيب لو كان عندي شحنه سالبه، اذا الشحنه دي طلعت او كان الاكسلريشن ليها كان بالسالب معناها ان الشحنه دي بتتحرك في نفس اتجاه المجال. اما اذا كان الاكسلريشن للشحنه السالبه بالموجب معناها ان الشحنه بتتحرك عكس اتجاه المجال. بس هنا ده اللي بيفرق معايا في ان انا احدد الاكسلريشن يكون بالسالب او بالموجب، ولكن لما ارجع للقانون في التعويض اي بتساوي زي القانون اللي قدامنا، اي بتساوي ام اي على كيو نوت، اعوض عن الاي عن الاي اللي هو الاكسلريشن، اعوض عنه بالموجب عادي، وانا استثنى السالب في الحاله دي. يبقى عندي هنا بعد تحويل الكتله من الجرام للكيلو جرام كان مديني في المساله فوق ان الكتله كانت عباره عن 1 من 10 جرام، بعد التحويل يبقى 1 من 10 في 10 اس سالب 3، بعد كده التسارع مقدار 1، والكيو نوت كان مداني في المساله 2 في 10 اس سالب 6. بالحسابات هيطلع لي 5 من 10 في 10 اس 2 اللي هي 50 نيوتن على الايه؟ على الكل. طيب بعد كده طالب مني ان انا احسب الزمن، احسب لي الزمن اللي اتحرك فيه الشحنه. لو كان طالبها هو كده كان طالب مني بس مقدار الايه؟ مقدار الالكتريك فيلد. لو طلب مني الزمن هنرجع للمساله مثلا او للقانون اللي هو الاول بيقول ان الفي 2 بتساوي الفي 1 زائد الاي في الدي. يبقى عندي هنا الفي 2 الجسم ستوب في النهايه يبقى مقدار السرعه بصفر، والفي 1 مقدارها 20 ناقص هنا اعوض عن الاكسلريشن بالسالب. هنا انا زودت الجزء ده علشان ناخد بالنا الاكسلريشن هنا عوضنا عنه بالموجب في حاله المجال، ولكن اذا رجعنا للقانون مثلا من قوانين الحركه عوض عنه بالسالب عادي، فقط في قانون المجال لا يعوض عن الاكسلريشن بالسالب. ولكن اذا رجعنا لقوانين الحركه اللي هي الفي 2 بتساوي في 1 زائد الاي في الدي، القانون الثاني بيقول في 2 تربيع تساوي في 1 تربيع زائد 2 اي دي، القانون الثالث بيقول ان الاكس بتساوي في 1 تي زائد نص اي تي تربيع. في كل الحالات دي الثلاث حالات اذا كان عندي الاكسلريشن بالسالب اعوض عنه بالسالب في الثلاث قوانين، اذا كان بالموجب اعوض عنه بالموجب، ولكن في قانون المجال بالموجب او بالسالب، اذا كان بالسالب لا تعوض السالب في قانون المجال. بس زودنا الجزء ده ما كانش مطلوب علشان ناخد بالنا من الملاحظه دي. يبقى الفي 2 بتساوي الفي 1 هنا لو كانت بالموجب كانت هتطلع معايا التايم هيكون بالسالب، ما فيش تايم بالسالب ما ينفعش. يبقى عندي هنا ال 20 ناقص 1 تي، لو عدينا السالب 1 تي الناحيه الثانيه هتبقى موجب تي بتساوي ال 20 سكند. ان شاء الله نتوقف عند هذا الجزء ونكمل معكم ان شاء الله في الفيديو القادم. نشكركم من خلال منصه شروح التعليميه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.